السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل عاجل وردنا الآن، وهذا من التلفزيون السويسري. هذا هو البيان الحقيقي الذي قام بتزويره انفنتينيو. أتمنى من أخواني وأخواتي الأول وضع اللايك والاشتراك في القناة، وبإذن الله الأخبار الجميلة قادمة. هيا بنا أخوان وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، حتى يأتيكم كل ما هو جديد على هذه القناة بمصادر موثوقة بإذن الله تعالى. قبل ما نبدأ هذا الفيديو، إن شاء الله قريبا نقول مبروك للجزائر، حتى لو لم يتم تأهل ولم يتم أي شيء فهي فستبقى بقلوبنا دائما ولن نتخلى عنها، هذا في أبعد الاحتمالات. ولكن تعالوا بنا نرى ما هذا الفيديو الخطير جدا والجميل جدا وفرحة جميلة. هيا بنا. التلفزيون السويسري ينقل انقلاب المصري أبو ريادة على انفنتينيو بسبب تزوير بيان الفيفا ويفضح انفنتينيو. فجر التلفزيون السويسري منذ قليل مفاجأة من العيار الثقيل من داخل مقر الفيفا، حسب ما جاء من المراسل لقناة السويسرية الذي قام بمقابلة مع العضو البارز في الفيفا وهو هاني أبو ريدة. وقال بعد انتهاء لجنة التحكيم، هذا قلم هاني، قال بعد انتهاء لجنة التحكيم الخاصة بالطعن الذي تقدم بها الاتحاد الجزائري والذي حكم فيه رئيس لجنة التحكيم كولينا لصالح الجزائر، وذلك لوجود أخطاء متعمدة من جانب الحكم بكاري جزامة، ولن يستجيب لحكام الألمان الذين أدلوا بشهادتهم أمام اللجنة برئاسة كولينا، مما أدى إلى استقالة كولينا من رئاسة اللجنة. فأنا بصفتي ممثل للقارة الإفريقية في الفيفا وأيضا للعرب لن أسكت على هذه المؤامرة التي قام بها انفنتينيو، تزوير وتغيير بيان كولينا بشأن إعادة هذه المباراة. ونشكل حاليا تحالف مع نائب رئيسة الفيفا السنغالية فاطمة سمورة ورئيس لجنة التحكيم كولينا، كما كولينا معروف هو رئيس لجنة التحكيم، وأنا أدعم هذا التحالف من أجل إظهار الحقيقة. سوف نضم بإذن الله هذا التحالف، سوف ليس ذلك وإنما سوف ينضم لهذا التحالف أعضاء من آسيا وأوروبا، وأيضا من أجل إظهار الحقيقة والذهاب لهذا البيان الحقيقي الذي قدمه كلنا بشأن إعادة المباراة إلى المحكمة الرياضية من أجل إظهار الحقيقة، ولن أترك حق المنتخب الجزائري مهما بلغني الأمر، لأن هناك تلاعب وتواطؤ من جانب انفنتينيو من عدم تأهل المنتخب الجزائري. وأطمئن الجزائر إنها ستنتصر بإذن الله وتتأهل لكأس العالم بإذن الله تعالى. طبعا انفنتينيو تلاعب بهذا البيان. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك. ما رأيكم بهذا الفيديو؟ أتمنى أن يعجبكم وأنتظر آراءكم. لا تنسوني بالاشتراك بالقناة واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.